عقد البرلمان الألماني بونستاغ المنتخب حديثا أول جلسة له بعد انتخابات الشهر الماضي والتي أعادت ترتيب المشهد السياسي في بلاد الراين. من المقرر أن يجري النواب الجدد انتخاب رئيس بديل لبونستاغ والذي يعد ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس. وبحسب النظام الألماني تتولى أكبر مجموعة برلمانية في البونستاغ منصب رئيس البرلمان الذي أصبح الآن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.